الحبيب المكشاح، عمر 36 سنة، من منطقة العالية بنزرت. عملت فورماسيون في تربية النحل 2007 في مركز التكوين المهني الفلاحي بالعالية، وفي الوقت الحاضر صاحب مشروع نتاع تربية النحل في منطقة العالية. البداية كانت بعد خرجت من القراية، خممت في تكوين مهني، خممت في دخول سوق الشغل، ولا جاتني الفكرة ما أنا تابعت مشروع فردي، جاتني الفكرة نتاع تربية النحل. بديت بداية بسيطة، بعداش باش نطور الخبرة نتاعي معناها ونحسن الأداء نتاعي في الخدمة، مشيت عملت فورماسيون في مركز التكوين الفلاحي بالعالية، ووليت نشارك معاهم معناها في المعارض، واقترحوا عليا أني ناخذ قرض من البي تي اس باش ننزل نطور المشروع نتاعي، على خاطر التطوير يطلب تمويل كبير. إذا النهار باهي نجموا نحلوا البيوت، نعمل عليهم كونترول، شنيا اللي طام نتاعهم من داخل، تجيب في المرعى ولا شنو نوعيه المرعى اللي تجيب فيها، حسب نوعيه المرعى نرجمو نعرفوا البيت باش تكثر الافكتيف نتاعها، معناها قاعده تبيض الران نتاعهم ولا، او باش تشب نقولوا احنا باش تحط العسل في المجازان نتاعها معناها على جنب. اذا الطقس نقولوا احنا ريح ولا مطر ولا كذا، نحل بطبيعتها ما تخرج. الانسان ما يمشي يخدم وحده، اون جينيرال نحل تطلب او موان زوج من الناس باش يحضروا الصنادق هذوكم، يحضروا الشمع. واحد باش يصير مشروع كما هذا، أول حاجة القابلية للخدمة ومغروم بها، يتعامل مع الظروف متاعها حسب ما هي، استدير يحبك الخدمة هذيك، ماذا بينا نعمل عدد أكبر من بيوت نحل، وإن شاء الله نطمحوا أن نصدر العسل متاعنا المنتوج للخارج، وبالتالي ما نقولوا احنا نجمو نجلبوا العملة الصعبة ونطوروا رواحنا. المشروع أموره ماشية بصعوبات، لكن قاعدين نخدم ونطوروا ان شاء الله، تطور عقليات الفلاحه ويشجعوا النحاله باش يسمحوا لهم باش يبلصوا المناحل نتاعهم في المزروعات نتاعهم، ويعرفوا الجدوى الاقتصاديه نتاعها، ويظلوا عن قناعه ويوليوا هم يستدعوا النحاله. وبالنسبه لاي مشروع كان وفما طموح، العبد يسعى بكل السبل باش يوصل له.